دائما على قدم وساق داخل هذا المجال الفني، بحيث أنني اشتغلت في هذه السنة على جوج الأعمال المسرحية، مسرحية هوكا هي هوكا لحسن رايس، وتقدموا منها عروض، وشاركت في المهرجان الوطني بمدينة مكناس في سنة 2019. وهناك عمل جديد سيعرض يوم 18 أكتوبر بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط، اللي هو المقال الأخير للمؤلف عبد الرحمن بن زيدان وإخراج عبد الربي وتشخيص نجوم الزهراء وسعاد خوي. أنا دائما المسرح بالنسبة لي بمثابة جدبة، أما الاشتغال على التلفزيون فأنا موجود، حيث أنني اشتغلت في هذه السنة على مسلسل سيبث على قناة الأولى بعنوان السر القديم، وكذلك شريط سينمائي بعنوان لا ديرنيير ريبيتيسيون البروفا أو ما قبل العرض الأول. فأنا متواجد بشكل متزن يعني وبتبات، يعني أنا ما كان بغيش عملية انتشار نشتغل هنا ونشتغل هنا ونشتغل هنا، وماشي من الناس اللي كيشتغلوا غير في رمضان، أنا كنشتغل على طول السنة، أنا ماشي موسمي. وثانيا كنشتغل بالاختيار، يعني لما تعجبني العمل عاد يمكن نشتغل فيه ونلقى ذاتي فيه ونلقى شخصيتي كاينه، ماشي غير نطفل ونزاحم واحد المكان ديال فنان اخر. فبالنسبه للناس اللي هما كيختاروا، اللي كبير السن راه يلعب دور كبير، ما يمكنش يلعب طفل ما يمكنش يلعب دري صغير، والجون يعني الشاب كيلعب شاب والشابه ولا الطفل الى اخره، السيده كتبقى دائما السيده، يعني هذاك نوع من الكاستينغ، والكاستينغ مسؤول عليه المشرف على الكاستينغ اللي كيختار. اما الا بقى ديك القضيه ديال انه هذا صاحبه كيشتغل معاه او لا كيدير واحد ليكيب كيبقاو يشتغلوا غير بوحدهم وكذا، ربما غادي يكون واحد التحيز، لان السينما او التلفزيون او المسرح ما كيعرفش هذا صاحبي ولا هذا خويا ولا هذا ولد خالتي ولا ولد عمي، شكون اللي غادي يعطي الدور مزيان، شكون اللي غادي يكون سيد الخشبه او سيد العدسه او سيد الشاشه. اما نشوف واحد حيت كيجري من عائله ونوعده وكذا، ولا شي واحد عجباته شي بنت ووعدها الى اخره، انا ضد هذه الافكار، يعني انا اعطوا لكل ذي حق حقه، يعني كل واحد المكان المناسب يبقى في المكان المناسب ديالو، ما يمكنش واحد الميكانيزما ديالو او الكاريزما ديالو ما كتسمحش ليه يلعب واحد الشخصيه ونجيب انا ونفرضو على المتفرج. المتفرج راه ماشي بليد، المتفرج راه كيفهم وكيعرف وكيوصل ليه الميساج. اما بالنسبه لواحد العدد اللي كيعتمدوا على الباز، كيعتمدوا على الممثلين ديال الانترنت اللي كيعتمدوا على هذا النوع هذا، يمكن كيقول عندي واحد 50% ديال المشاهده اللي غادي نكسبها من خلال لي فان ديال هذا النموذج، ولكن كيتجاوز هذه العمليه ديال الاداء وكذا وكذا، مع ان كيبان لي ان داك الشيء جد بسيط جدا، لان الفن هو علم، الفن ثقافة، الفن مستوى، الفن درجة من درجة المعرفة، يعني ما يمكنش ان نيورو، يعني واحد ما كيعرفش يدير حتى جملة مفيدة، ما كيعرفش يكتب حتى رسالة، ما كيعرفش يفرق ما بين الفعل والفاعل والمفعول، انه يجي ويشتغل في عمل مسرحي بحجم كبير سواء كان باللغة العربية الفصحى او بالدارجة او يعني انا كيبان لي من الاول غادي يكون عمل فاشل الا كان الاختيار بهذه الطريقه. هذه الاختيار خصو يكون في بلاصتو في محله في النقطه على الحرف.